كما اطمأن على مستوى الإعداد والتأهيل الخاص بالدورات المدنية لمختلف الوزارات، والتي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية. صباح الخير. أنا بصراحة يعني قلت أتكلم معاكم شوية وعايز أسمع منكم، ولما عايز أسمع منكم يعني عايز تعليق وعايز رأي وعايز مقترح. احنا بقى لنا فترة هنا موجودين وانتوا شايفين البرنامج اللي معمول من كل شيء، يعني عشتوه، فأكيد لكم رؤية ولكم تقييم ليه. عايز اسمع منكم لو في حد من حضراتكم كده عايزين تتكلم، اتفضلي. تمام يا فندم. هانم بسيوني محمود عبد الله، قياده تربويه. البرنامج اكثر من رائع يا فندم، وبحب اشكر حضرتك على المسعى ليه، لان بصراحه اتنظمت فيه الساعه البيولوجيه بتاعتنا، من النوم، من الاستيقاظ، من وجباتنا، كمان الغذاء الصحي المتوازن. احنا كمعلمات عندنا انضباط، لكن ما كناش نعرف الانضباط بالوقت. اتعلمنا هنا يا فندم فن إدارة الوقت. كمان يا فندم اتعرضنا لزيارات متنوعة استفدنا منها كتير جدا، فأنا بشكر حضرتك وبشكر كل القائمين عليه. شكرا يا فندم. ابتسام عبدو حسنين، دبلومة القيادة التربوية والأمن القومي. كنت بستسمح حضرتك يا فندم ان انا اقدم مقترح. اتفضلي. هو المقترح يا فندم، نظرا لما يحدث اليوم او علاقة وسائل التواصل الاجتماعي بالامن القومي، ونظرا لجلوس اولادنا لفترات طويلة جدا في وسائل التواصل الاجتماعي، فبقترح يا فندم ان احنا نفتح كل مدارس التعليم الفني في فترة الاجازة الصيفية لتعليم اولادنا المهارات والحرف المختلفة، وده يكون زي مراكز تدريب ليهم، طبعا فيها الورش الفنية وفيها المتخصصين، وهيطلع منهم انتاج وابداع وابتكار، ونفتح منافذ بيع في نفس المدارس لبيع تلك المنتجات، وممكن نعمل كمان شراكة مع الجامعة في تدريب هؤلاء الأطفال، وبالتالي هنشغل أولادنا في حاجات مفيدة بدلا من وسائل التواصل الاجتماعي. أنا بشكرك على المقترح ده يا أستاذة ابتسام، ومن فضلك يعني حضرتك وتصور يعني مجموعة عمل من زميلاتك اللي هم مهتمين بالمجال أو بيعملوا في المجال، ادرسوا الموضوع كويس ونشوف حتى احنا ممكن نعمله على نموذج أو اتنين. مش عايز اقول ان احنا ناخد موضوع بالحجم ده كله وبالمساحة دي كلها، لان في تفاصيل موجودة في اي موضوع بنتكلم فيه. انتوا لما هتدرسوها مع بعضكم المهتمين والمعنيين في الموضوع هتبص لان في حاجات معينة موجودة في المدارس ديت وفي الاجازات اللي موجودة وفي الانشطة اللي كانت بتتعمل طول السنة، وبالتالي لما نيجي نقول نعمل نموذج او اتنين او حتى تلاتة في محافظات مختلفة على مدارس الفنية أو التجارية أو غيره يعني، ونشوف النتيجة بتاعتها، لو لقينا إن إحنا نجحنا أو محتاجين نطور فيها عشان نكمل نجاحنا فيها هنعمم يعني. لكن عايز أقول لك على حاجة وليكم كلكم، اسمعوا، موضوع التواصل الاجتماعي مش المدرسة بس، ده المدرسة والمجتمع البيت يعني، فهو دي حالة موجودة مش عندنا بس في مصر، يمكن تكون في مصر المبالغ فيها شوية، لكن هي في الدنيا كلها، واحنا محتاجين ازاي ننظمها عشان ناخد الخير اللي فيها الفايدة اللي فيها ونتلافى الضرر بتاعها. فضل. رانيا حامد حامد المحروقي. في البداية احب اقول ان ليا الفخر والشرف ان احنا اتقابلنا بسيادتك، وبعتقد من وجهة نظري ان احنا حضرتك حطيتنا على بداية الطريق الصح للتعليم في مصر. طب انا عايز اقولك على حاجة يا استاذة رانيا. فضل. احنا لما فكرنا في الموضوع دوت، يعني زي ما الاستاذه ابتسام كانت بتتكلم على تاثير مواقع التواصل الاجتماعي على المجتمع، كنا بنتكلم على ان في تاثيرات كتير حصلت للمجتمعات بتاعتنا في المجتمعات العالم ومنها المجتمع المصري، وكنا مش عارفين يعني ازاي ان احنا يعني نتعامل معها بشكل، ففكرنا في الفكره ديت، قلنا النهاردة لو جينا وادينا فرصة لفترة زمنية نقدم فيها جرعة مكثفة من كل شيء،
للقائمين بعمل زي اللي موجود في التعليم. التعليم هو أهم حاجة في الدنيا وده صحيح. طب احنا يا ترى نجهز نفسينا ازاي كمدارس وكمعلمين ومعلمات؟ انا بتكلم انا مع مدير المدارس وانا اصريت ان احنا بقيت التجربة ان احنا بنقول في مجموعة جديدة احنا خدت نفس الخطوات عدا ان احنا ما جبناهمش هنا للدفعة الجديدة من المعلمين والمعلمات، ودي اول تجربة ان احنا قلنا نجيب مدير المدارس الجداد كلهم او نجيب من الناس اللي موجودة واللي هي اشتغلت في التعليم ونديهم جرعة مكثفة. بالمناسبة انتوا عارفين كويس ان احنا الجرعة اللي هنا احنا ما بنتدخلش في الشق الفني بتاعكم خالص، مش كده برضو؟ الشق الفني انتوا يعني ده وزارة التربية والتعليم هي المسؤولة عنه. المفروض بعد ما جينا هنا وقعدنا 6 شهور ونديكم ناس جداد نشوف ثقافة جديدة ما كانتش موجودة قبل كده. انا متوسم خير قوي في كل اللي موجودين هنا، مش حضراتكم بس، لا مين تاني غير التعليم. اتفضلي. ليانا ابو الخير، دورة الدبلوماسيين. كنت حابة استأذن سيادتك لو ممكن اسأل حضرتك سؤال لي علاقة بالسياسة الخارجية. لو مصر انضمت لتجمع البريكس بالفعل، ازاي هنقدر نوازن بين دورنا في التكتل وعلاقاتنا مع حلفائنا في الغرب وبالاخص الولايات المتحده الامريكيه، خصوصا ان التجمع كان ليه دور اقتصادي بالاساس ولكن نتج عنه دور سياسي؟ شوف انا هقول لك على حاجه. ما احنا لو انت متابعتي او متابعه اكيد يعني اللي احنا ممارستنا خلال 7 سنين اللي فاتوا، احنا بشكل او باخر قدرنا نعمل شكل من اشكال التوازن ما بين علاقاتنا مع الشرق والغرب. ولو تابعت الكلمه اللي انا قلتها في المؤتمر لما رحنا افريقيا وروسيا، انا قلت ايه؟ ما تدخلوناش في حاله الاستقطاب الدولي اللي موجوده، لا تدخلونا هنا ولا تدخلونا هنا، لينا علاقات طيبه بالولايات المتحده والغرب ولينا علاقات بالشرق كويسه. لو ربنا وفقنا وقدرنا نمشي فيه بتوازن زي ما احنا ماشيين كده دلوقتي، اذا احنا نستطيع بفضل الله سبحانه وتعالى ان احنا نستمر ونخش التجمع الاقتصادي ده واي تجمعات اخرى بالمناسبه وننجح فيها رغم علاقتنا بالغرب. شوفي احنا مشكلتنا في مصر مشكله اقتصاديه، ولو احنا قدرنا كدوله وشعب نتجاوز الازمه ديت ونبقى يعني موقفنا الاقتصادي قوي، ده هيساعدنا كتير في ان احنا نبقى ندير سياسه خارجيه كمان افضل من كده. اتفضل. انا هلاء سعيد البلوسي، بنشكر حضرتك على المبادره دي ونتمنى ان احنا ما نكونش 1000 معلم فقط او 1000 قائد، نبقى اكتر، لان اصلا ان العدد قليل قوي بالنسبه لمحافظات مصر فلازم يبقى العدد اكتر من كده. بس انا كان ليا مقترح ان احنا نعمل شراكه مع المدارس الفنيه والتجاريه لان احنا الطالب بتاع ثالثه ثانوي ينزل يعمل لنا صيانه في المدارس، لان حضرتك عارف تكلفه الصيانه بتبقى عاليه جدا في الموازنه بتاعه الدوله كل سنه. بنشكر سيادتك على المبادره الجميله دي. طب انا بس عايز اقول لك علشان برضو ان احنا يبقى استفدنا قوي من وقفتنا مع بعضنا كده، من فضلكم طالما ان انتم لكم افكار عايزين تناقشوها، خلوا يعني شكلوا من كل فكره مجموعة عمل تشتغل عليها وتبحث الموضوع بشكل متكامل يعني، وبعد ما توصلوا لتصور للمقترح ده ابعته لي، هيكون محل تقدير. انا محتاج ده يعني، انا كدولة محتاجين ان احنا دايما يبقى في عندنا افكار، الافكار دي تقدر تحشد طاقتنا وجهودنا وتبقى ليها مردود ايجابي. انا سعيد بلقائكم وسعيد بالكلام اللي حضراتكم قلتوه يعني، واتمنى لكم التوفيق. وزي ما انت قلت دي تجربه، بس صدقيني الاجر الوطني والاجر مع ربنا لاي جهد هتعمليه للبناء والاصلاح، تصوري انك انت بتخرجي طفل او طفله او شاب وشابه يبقى ناجح جدا في المجتمع اخلاقيا ودينيا وعلميا وكل حاجه. مرة تانية أنا سعيد بلقائكم وأتمنى لكم التوفيق ولسانة وانتم طيبين، متشكر جدا، شكرا جزيلا.